تجري الرياح بما يشتهي رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي بنيامين نتنياهو. فاليوم خرج وابتسامة عريضة تعلو وجهه، ولما لا؟ وهو المنتصر أكثر من غيره بالانتخابات التمهيدية التي أجريت داخل حزبه الليكود، الحزب اليميني الحاكم. نتنياهو لم يخفي رضاه عن النتائج، بل بدا منفعلا انفعالا لم نره عليه منذ فترة. يظهر أن الليكود اختار قائمة هائلة وفقا لكل المؤشرات. لقد أثبتنا لمواطني إسرائيل أن إسرائيل تنتصر على الديكتاتورية. نتنياهو الفائز برئاسة الليكود حافظ على مكانته داخل حزبه، بل عززها، ناهيك عن أنه تمكن من الحفاظ على مقربيه والمخلصين له. لم ينتظر بدء حملة حزبه الدعائية، فخرج فاتحا مستغلا هذه القائمة نيران رشاش عباراته على منافسيه. قائمة ستساعدنا بالفوز على اليسار برئاسة السيبي وبوجي، تركيبة نصر ستساعدني للعودة والاستمرار بقيادة دولة إسرائيل بثقة، مسؤولية بطابعنا، طابع الليكود. قائمة بمن يقفون على رأسها ستضمن الهدوء الصناعي لنتنياهو الذي لطالما بحث عنه في الآونة الأخيرة، هدوء سيمكنه من الحفاظ على وحدة العبارة، العمل والقول، بعيدا عن أي إشكال أو تحد وتمرد من الداخل. الليكود ينطلق بحلة جديدة بغالبيتها قديمة، ليست بغريبة عن المواطن الإسرائيلي الذي سيخرج بعد أقل من 70 يوما للإدلاء بصوته. فإما الإبقاء على الوضع الراهن دون تغيير، أو تغيير الحزب الحاكم بحزب آخر يسعى إلى التغيير. سؤال إجابته رهينة صندوق الاقتراع.